نورمان رول كاتب ومحلل سياسي أمريكي، إن سفر الوزير بلينكن إلى المملكة العربية السعودية هو دليل ملموس على التزام الولايات المتحدة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي وبالتنمية. الكثير من العمل وراء هذه الرحلة من قبل الدبلوماسيين من جميع الأطراف، الكثير من القضايا: تقنية اتصالات جي 6، التعاون الفضائي، تطوير البنية التحتية الإقليمية، السودان، اندماج العراق في دول مجلس التعاون الخليجي، العدوان الإيراني، عدم صدق الحوثيين في المفاوضات، مبيعات الأسلحة، الحرب الروسية في أوكرانيا، العلاقات مع إسرائيل، حقوق الإنسان، والقائمة طويلة. لكن هذا يؤكد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين. كينيث روث مدير تنفيذي سابق لهيومان رايتس واتش: بحسب ما ورد، فقد أثار بلينكين قضايا حقوق الإنسان مع ولي العهد السعودي على مستوى واسع، وكذلك فيما يتعلق بحالات محددة كما تقول الولايات المتحدة. هذا جيد، لكن الشعب السعودي يستحق معرفة التفاصيل. الاستدعاء الفارغ لحقوق الإنسان لا يكفي. شبلي تلحمي أستاذ في جامعة ماريلاند: أمام أيباك قال بلينكين إن أي تطبيع إسرائيلي سعودي يجب ألا يكون على حساب الفلسطينيين، لكن فعلياً تتصرف إدارة بايدن وكأنه لا علاقة بين الأمرين. دينيس روس منسق عملية السلام في الشرق الأوسط سابقاً: قبل شهر استولت إيران على ناقلتي نفط، والآن أعلن أميرال إيراني عن تحالف جديد لتأمين مياه الخليج مكون من إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين. لماذا يبدو هذا الأمر وكأنه نهج مافيا؟ تقول إيران لدول الخليج إن أعمالكم ستكون آمنة طالما أنكم تدفعون لنا أموال الحماية.